هاميس عودي إلى آتون. هاميس عودي إلى آتون، عودي يا هاميس. هو فعلا كان بيحصل كده زي ما انتوا شايفين في الحضارة المصرية القديمة. طبعا ما فيش حد فينا ما شافش الفيلم ده وهو صغير، فيلم عروس النيل رشد أباظة ولبنى عبد العزيز. وبيتكلم الفيلم ده للأسف ان في أسطورة في الحضارة المصرية القديمة ان المصريين القدماء كانوا بيرموا للإله حابي اللي هو نهر النيل يعني في عيده أجمل فتاة عندهم كقربان للإله حابي، وده بعد ما يزينوها بقى وتكون في أجمل شكل ممكن، يقوم رمينها في النيل كقربان للإله حابي في عيده، وده كان بيحصل علشان تتجوزوا الفتاة دي في العالم الآخر. طب هل ده كان بيحصل فعلا في الحضارة المصرية القديمة؟ يعني كان بيتم تقديم قرابين بشرية للآلهة عند الإنسان المصري القديم؟ لا طبعا، كل ده كذب وتضليل ومحاولة لتشويه الحضارة المصرية القديمة من الناس المسؤولين عن صناعة الفيلم ده. لا كان في هاميس ولا كان في أتون ولا كان بيحصل الكلام الفاضي ده، وأنا قدامكم أهو وأتحدى إن أي واحد يجيب لي رسم أو نقش في الحضارة المصرية القديمة بيظهر الإنسان المصري القديم بيقدم قرابين بشرية للآلهة. هو فعلا الإنسان المصري القديم كان عارف قيمة النيل كويس جدا في حياته وكان بيقدسه كمان، لكن ما يوصلش حبه للإله حابي إنه يقدم له قرابين بشرية. إذا كان الحضارة المصرية جدعان كانت بتقدس الحيوانات تقديس كبير جدا، فما بالك بقى بالبشر؟ بذمتكم حضارة زي الحضارة المصرية القديمة دي ينفع تقدم قرابين للإله حابي؟ أبسولوتلي ما ينفعش خالص، ومنهم لله اللي عملوا الفيلم ده بقى. بس احنا كأثريين دورنا ان احنا نكشف الشائعات اللي بتدور حوالين الحضارة المصرية القديمة ونكشفها للناس. ويا هميس ما تعوديش لأتون، لأن أتون مش موجود. سلام عليكم.